الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين كلها امين. كان نفسي من زمان ان نعمل مره سيمينار او ورشه عمل خاصه بالالحان القبطيه لاهوتيتها الجوانب العقيدية الكتابية ثم الإداء الليتورجي وقيمة التراث اللحني القبطي وقد إيه الزخم بتاعه وقد إيه عندنا كنوز قبطية نستطيع أن ننهل منها. النهاردة رح يبقى معانا كنا ابتدينا البداية الأولى كان معانا مهندس أنطون إبراهيم عياد كان معانا الأحباء المرتلين وأيضا موجود النهاردة معانا برضو أحباء مرتلين وسينضم إلينا آخرين. أنا حابب في البداية أن تسمحوا لي هو النهاردة المحاضرة محاضرة الموسيقار المايسترو بيشوي عوض هو دارس للصوتيات والموسيقى في باريس وانتهزت فرصة مجيئه لمصر في زيارة وقلت نستفيد بالعلم بتاعه من الناحية التقنية ومن الناحية الفنية ومن الناحية التخصصية اللي ربما احنا محناش ملمين بيها كفاية باعتبار متخصصين. ايضا هناك ان احنا لابد ان الكنيسة ان احنا نستفيد بطاقات اخواتنا الدارسين والعاملين في الحقل اينما كانوا وحسبما امكن ان هم يفيدونا. يعني هنا مفيش مكان خلاص محدش يعدي بعد الكاميرا دي خلاص الألحان والعبادة في الكنيسة شفاء وقوة وبصيرة وأبدية ومعرفة أسرار. احنا بنقف قدام ربنا اما ان يكون الخادم والشماس والمرنم سبب بركة واما ان يكون مشوش على العبادة وبيقطع الارسال. خلينا صراحة. لذلك حينما نعرف ان التسبيح شفاء قوة بصيرة معرفة أسرار ربنا أبدية احنا واقفين فين في التسبيح في الكنيسة واقفين قدام ربنا. كل الذين نظروا إليه استناروا ووجوههم لم تخزى. يعني وقفنا قدام ربنا ده استنارة نعمة وتطهير وعشرة واحنا واقفين بنتكلم مع مين؟ يعني احنا في ديالوج مع ربنا في حوار مع ربنا مناجاة صراخ. يعني ما ينفعش واحد شماس قاعد في الكنيسة فتح الموبايل بتاعه وعلى الفيسبوك قاعد بيعمل شاتنج وهو في الكنيسة. دي مش عبادة مش كده ولا ايه؟ خلينا يعني ايه التسبيح هو علاقة حوار ديناميكية بين العابد وبين ربنا المعبود والمكروز به. نحن لا نعبد احد في الكنيسة الا شخص ربنا يسوع المسيح ولا نعطي التمجيد في الكنيسة الا للثالوث القدوس
وينبغي أن لا نلتفت لشيء في الكنيسة إلا لشخص المسيح. علاقة ديناميكية، إحنا نتكلم مع الله والله أيضا يتكلم معنا في العبادة في الكنيسة. عشان كده الشماس والمسبح والمؤمنين هم في حالة حوار في معية ربنا يسوع. لو غابت هذه الفكرة عنا نبقى إحنا كأننا بنضارب الهواء. علشان كده سامحوني، بندخل القداس ونطلع من القداس نحس إن إحنا ما صليناش ولا عملنا حاجة. هناك فرق بين العابد والمغني، هناك فرق بين العابد والمؤدي، هناك فرق بين العابد والممثل. العبادة دعاء، شكر، توسل، طلبة، حوار، حضرة، سؤال، التماس، صراخ، مناداة، تضرع. ودايما الكنيسة لو تخلي بالكم في الليتورجية بتاعتنا، الأول نحدد هنكلم مين. أيها السيد الرب الإله الضابط الكل، حددنا احنا بنتكلم مع مين، وبعدين هنطلب ايه بقى. نسأل ونطلب من صلاحك، اذكر مرضى شعبك، اذكر المسافرين، اذكر الراقدين، اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا إلى آخره. فهي عبادة حوارية، سجود، خشوع، لقاء، حوار، إبداع. سبحوا بصنوج حسنات الصوت، مش بالأصوات المنفرة ولا بالزعيق اللي بيجيب للناس أحيانا انهيار. وبعدين لما بنحدد في حاجة اسمها، اتكلم عنها آباء، حاجة اسمها الذاكرة الإلهية، نضع أنفسنا في الذاكرة الإلهية. اذكر يا رب كذا، اذكر يا رب. كلمة اذكر يا رب، اذكر يا رب دي ممكن تقفلوا الباب ده ولا في مشكلة في قفل الباب ده بالمفتاح؟ اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا، مش كده؟ اذكر يا رب كذا، اذكر يا رب كذا. عشان كده بنحدد هنكلم مين، وبعدين ايه نتكلم عن الذاكرة الإلهية. ألحاننا في الكنيسة هي عقيدتنا، هي لاهوتنا المرنم، هي إيماننا بالمسيح، إيماننا بالثالوث. عشان كده لذلك الألحان ده إقرار إيماني بما نؤمن به، بما نؤمن به لكي نحياه، لكي نعيشه، لكي نتذوقه، لكي نسلمه لآخرين. يعني الألحان دي العقيدة مشروحة، والعقيدة مصلاه، والعقيدة معاشة. تخيلوا لو قانون إيمان نقية وقانون إيمان القسطنطينية، بالحقيقة نؤمن، نعظمك يا أم النور. تخيلوا أن قوانين المجامع والعقيدة بتاعتنا لو اتركنت في المخطوطات وفي الكتب كانت تتنست. لذلك الكنيسة لحكمة شديدة نرددها بطريقة جماعية، بطريقة جهارية، بطريقة اعتراف قوي. فلذلك تحتاج مننا إلى وعي، لا نكون كالبغبغانات، نردد ما لا نفهمه ونردد ما لا نعيه، لأننا إن فعلنا هذا دخلنا وخرجنا دون أن نحصد شيء. العبادة دي معمولة عشان تقدسنا، معمولة عشان خاطر نتذوق ونتحد بالعشرة الإلهية بربنا. إذا دخلنا وطلعنا بنأدي ونقول معناها ان احنا ممثلين او مؤدين، لا سمح الله. عشان كده العقيدة مشروحة ومعاشة ومصلاة في ألحان الكنيسة. الألحان بتاعت الكنيسة القبطية منجم للتقوى، منجم. تخيلوا ألحان الخمسين،
تونسينا توليثوس اخريستوس انستي بخريستوس افطنف. لو نرجع للالحان اللي هي بتاعت عبادات البصخه واسبوع السر الفصح بيكوسرونوس ومونوجينيس فايتاف امف افيتشينون تيشوري طيش، كل هذه منجم للتقوى ومشروح وشرح وافي جدا للحدث اللي احنا بنعيشه هنا والان. فهي تعليم وحياه معا. لو لم تكن الالحان نصليها لكانت العقيده بالنسبه لنا في الكنيسه عباره عن كود اخلاقي وخلاص، شويه بنود او صياغات عقيمه. لذلك فهم الليتورجيه وفهم الالحان وفهم العباده لا نحتاج بعده الى وعظ. ربما كان في بعض القرون كان يعني الوعظ فيه لم ياخذ ماخذ التقنين بالصوره اللي احنا فيها دي التي تطورت في الكنيسه. ليه؟ لان الليتورجيه هي منجم للتعليم، والليتورجيه هي منجم للحياه، هي مصب، هي نبع. اذا صلينا الصلوات والعبادات بتاعتنا في الكنيسه وكاننا نؤديها تاديه، يبقى احنا لن نجني شيء. هذه العبادات موضوعه من اجل تقديسنا وتغييرنا واتحادنا وعشرتنا وحوارنا مع المسيح. الاسباسموسات، الابصاليات، السؤوتوكيات، الزكسولوجيات، اربع الناقوس، المجمع، كل القطع التي ترنم في الكنيسه هي غنيه جدا باللاهوت وغنيه جدا بالفكر العقيدي. لما بنقول هذه التسابيح وهذه الالحان احنا بنبقى حاضرين في طيف الحضره الالهيه. هو ذا معنا الان عمانوئيل الهنا، احنا معنا المسيح بيبقى. نحن حينما نتكلم في الكنيسه في الالحان في العباده، نحن نتكلم مع المسيح فما لاذن. يصح واحنا في العباده ناس يندهوا بعض، يصح واحنا في العباده ناس يدردشوا مع بعض، يصح واحنا في العباده ناس يتكلموا في الموبايلات، يصح واحنا في العباده ناس مشغولين او بيدعوا انهم دلوقتي مشغولين بالاداء اللي هيتقال وايه اللي هينعمل. لا تتكلم في الكنيسه ابدا الا مع المسيح المعبود والمسجود له. وحينما يتكلم معنا احد نجيبه في ابسط واقصر الاجابات السريعه. لا ننشغل في الكنيسة إلا بشخص المسيح، لأنه مسكنه المستعد وهيكله ومقادسه. احنا بنغوص في الأعماق بتاعت الألحان دي عشان نرتفع، عشان نترقى، عشان نصعد مصاعد. يقول كده ندخل إلى الغمام الإلهي، لأن الكنيسة هي خيمة الاجتماع الحقيقية، مش كده؟ والكنيسة هي العلية، والكنيسة هي بيت إلهنا، هو جالس وسط تسبيحات إسرائيل. هناك بعض المحترفين للألحان، هو محترف بس الـ 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 الألحان دي احنا ممكن نخلي واحد صوته حلو ان شاء الله يكون مطرب يقول. فين الروح؟ فين السجود؟ فين المخافة؟ فين الخشية؟ مرنمين في قلوبكم، مش مرنمين في الميكروفون. ما ينفعش، احنا في خيمة، احنا في مقادس، ربنا جالس وسط تسبيحات شعبه. دي لغة السمائيين، اللغة دي بتعرفنا ربنا، بتدوقنا ربنا. عشان كده في ناس كتير يحسوا ان القداس طويل. هو حاسس ليه ان القداس طويل؟ لانه هو مقطوع الحوار، لانه مقطوع الصلة، لانه مش فاهم، لانه مش بيدوق، لانه مش مشارك،
لأنه متفرج. الكنيسة القبطية لا تعرف المتفرجين، والكنيسة القبطية ليس فيها سميعة، عشان كده يقول يقول الشعب، ما قالش يقول الشماس فلان وبعدين راسي الميكروفون الشماس علان. في ايه؟ احنا لازم ندوق، لان احنا هندرك ما لا يدرك. دي معاينة بهيجة. احنا هنقابل المسيح دلوقت. تخيلوا واحد عنده معاد مع الوزير ولا السفير ولا اي شخصية مهمة، يا بيبقى متحضر لكل شيء. اما يقابل شخصية كبيرة يبقى قاري عنها ويشوف ايه الحوار اللي هيدور حواليها. اما يقابل واحد، يقابل سفير، يشوف البلد بتاعته دي شكلها ايه وايه الحوار اللي هيكون. يا ترى احنا متحضرين الحوار مع ربنا؟ بنتكلم معاه؟ بنخاطبه؟ ام نحن مجرد مؤديين محترفين؟ احنا هنبقى موجودين في البهاء الملوكي، بهاء ملوكي. عشان كده في الصلاة في العبادة نرتفع على المرتفعات، نقف على المرتفعات. أساسات في الجبال المقدس، احنا في المرتفعات. فوق المرتفعات نعمل ايه؟ نتراءى قدام ربنا. الله يسمع الصلاة ويأتي إليه كل بشر. واحد يقول لك ايه لازمتها اللغة القبطية؟ ايه لازمتها؟ وبعدين نروح المهجر واحد يقول لي احنا عايزين نصلي انجليزي بس يا ابونا. حبيبي ما اسمهاش الكنيسة الانجليزية، دي الكنيسة القبطية. ما اسمهاش الكنيسة العربية. احنا نستخدم اللغات لان الله، لان اللغة هي وعاء معرفي. ليس لدينا لغة مقدسة بعينها، لكن جميع اللغات الله يقبلها ويسمعها. لكن هذا لا يلغي أننا نعتبر لجذورنا أن شجرة إلهية متجذرة في التاريخ، مش عشان أنا ما بعرفش، مش عشان أنا عندي قصور في المعرفة ألغي أمور غير ما ينفعش. لما نتراءى قدام ربنا ايه اللي بيحصل؟ بنرفع الايادي وتنطق الشفاه بتاعتنا بثمار الشفاه، ونقدم ذبيحة التسبيح. ذبيحة تسبيح، تعرفوا زي استفانوس كده قال نرى السماء مفتوحة. على فكرة واحنا في القداس السماء مفتوح. في واحد ابونا قال لي، ابونا قديس قال لي كل لما نقول يا ملاك هذه الصعيدة، يعني القداس ده صعيدة، يا ملاك هذه الصعيدة، لما نقول يا ملاك هذه الصعيدة قال كده هو، قال لي افتكر كأن رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق. اكتر حاجة تغيظ الشيطان وتضايقه جدا التسبيح والعبادة. يبقى عايز يقطم رقبتك، لان عايز يعطلك ان انت دلوقتي في لقاء مع السيد الرب الاله الضابط الكل. كنيسة بتاعتنا غنية، شركة مع الثالوث القدوس، شركة مع جماعة المؤمنين، شركة مع سحابة السمائيين. عشان كده نحن في القداس وفي العبادة وفي الليتورجيات في المحضر الإلهي في العزة الإلهية. احنا قدام المسيح. ينفع نبقى قدام المسيح واحنا مجرد ملحنين ومؤدين ومحترفين؟ لا، منفعش. احنا موجودين بصفتنا عابدين، احنا موجودين بصفتنا أبناء. هذه عبادة أبناء وليست عبادة أجراء، هذه عبادة محبين وليست عبادة مؤديين. رفع الأيادي. عشان كده لأجل ذلك بعض الآباء يقولوا دهرية العبادة. يعني إيه دهرية العبادة؟ ربما يكون في الكنائس الأخرى بيسموها دهرية العبادة، أننا ندخل البعد الدهري
في العبادة بكثافة. مهم عندنا قوي رصة الميكروفونات، مهم، ومهم قوي السجاجيد، ماشي اوكي، ومهم قوي مين هيقف جنب مين، ايوه، بس هل البعد الالهي واضح؟ هل البعد السماوي واضح؟ هل نحن نتخاطب مع من؟ واضح. ماذا نقول؟ هل واضح؟ ماذا سنأخذ؟ ماذا سنغرف من هذا اللقاء؟ هو دي التسبيح، هي دي الألحان القبطية، هي ده اللاهوت المرنم، هو ده الشفاء والقوة والنصرة والفرح والغلبة. احنا دي تبقى، سامحوني يعني، لو مش هناخد حاجة دي تبقى قطعة قلب، دي تبقى قطعة قلب. ننفق ساعات طويلة، لابد أن ننفقها من أجل أن نأخذ المعونة ونأخذ البركة ونأخذ الفهم ونأخذ الإدراك ونأخذ ونزوق الجمال الإلهي، وأتكلم مع المسيح إلهي فما لأذن. ابتعاد عن الدهرية والتشويش. يعني ايه شماس رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي، ومصر ان يقعد في كرسي معين، ولو جه في الكرسي بتاعه ما لقاهوش، دي تبقى موضوع كبير قوي، يعطل الكنيسه كلها. اللي بيحصل بقى مش هو بس اللي ما استفادش، لا، ده الكنيسه كلها ما استفادتش، الكنيسه كلها ما استفادتش. في ناس كاتبين على الفيسبوك ملاحظات ربما تكون سامجة وربما تكون لازعة، لكنها لازمة. تخيلوا ناس يحضروا الجمعة العظيمة بتاع 200 شماس، طب انا ما بشوفكمش يعني لا في الاربع ولا في الحد ولا في حلو كويس، يعني انتوا جايين يعني بمعونة ربنا كده يعني ها تتقدسوا يعني يوم الجمعة العظيمة، يعني انتوا متأكدين ان انتوا جايين لصلابات المسيح بس يعني ولا؟ طب حلو كويس، طب انتوا بقى بمعونة ربنا هتقعدوا عند اقدام المسيح في الجلجسة ولا هتعملوا ايه بالظبط؟ هذه الامور مسكوت عنها، لابد ان يؤخذ حيالها تعليم. هذه الامور مسكوت عنها لان كثيرين من الاباء يستشعرون الحشمة ولا يريدون أن يدخلوا في تقاطعات مع أحد، مش زي حالاتي كده يعني، لو هتقعدوا جنب بعض وهتتكلموا يبقى ما ينفعش. بس كفاية أنك جاي متأخر يبقى تسكت خالص، وأحلى حاجة ليك فضيلة الصمت، طبعا أنت هتمسحها الكلام ده. ففي اباء كتير يقول لك انا يعني جاي اصلي مش عايز اكلم حد، مش عايز، انا جاي اصلي ابقى في سلام، لكن هناك امور تحتاج الى تاديب، وهناك امور محتاجه الى توجيه، وهناك امور تحتاج الى تدخل. انا ناس بييجوا يشتكوا لي بدموع العين، يقول لك طب انا ما كلمتكش، طب ما هكلم مين؟ طب انا اعمل ايه يعني؟ التشويش، الشوشرة، الدهرية، الشكلية، التمثيل، ايه ده؟ منفعش. العبادة نحن نتكلم مع الله فما لأذن في المعية بتاعته في الحضرة الإلهية بتاعته. العجب، واحد كبير في عينين نفسه ومعجب قوي، يقول لك ازاي ده انا حافظ اللحن ده مش عارف في كام ساعة؟ طب كويس، عظيم جدا، بس المهم روح العبادة. احد الاباء رئيس الدير ده في ليلة عيد سمع راهب قال لحن لوحده، فقال له انت اثناء العظة، قال له ايه اللحن ده يا ابونا اللي انت قلته؟ قال له لحن كذا يا سيدنا. قال له محدش من الاباء قال معاك اللحن ده ليه؟ قال له اصل محدش حافظه. قال له مش عايز اسمع المقياءة دي مرة تاني. ليه؟ لأن العبادة في الكنيسة اسمها ليتورجية، ليتورجية يعني جماعية، يقول الشعب، ما قالش يقول المرتل بس، قال يقول الشعب، ما قالش يقول الشماس فلان بس،
تسبيح جماعي لترجية يعني خدمة. التسبيحة دي خدمة، احنا مش بنور. التسبيحة دي لترجية يعني عبادة جماعية. لو فهمنا الأبعاد بتاعت ألحان كنيستنا نبعد عن الانفراد وعن الصياح وعن التشويش وعن النجومية وعن المجد الباطل. قال سبحوه بسنوك حسنات الصوت. يا حرام، بعضنا بيبقى مفروض على الشعب والناس بيعانوا وبيصرخوا، بس ما اتكلموا مع ايه؟ لا ما تقوليش، سامحني، خاصة ان احنا طالعين من البسخ، فانا لسه الموضوع اصلا معايا يعني معصلق. طب يعني ربنا يعني العابدين الاتقياء، الشعب البار، الشعب الحافظ الامانة، الناس اللي عندها امراض، اللي بيقتطعوا من اوقاتهم ليأتوا الى العبادة، لماذا نصنع بهم كل هذا؟ نحن غير فاهمين، غير عالمين، غير خبيرين، ذاتنا ما مخليانا. فين الهارموني؟ فين التناغم؟ احنا عاملين زي اوتار القيصارة، لازم نعمل لحن منسجم. حينما نصلي نصلي بالروح والذهن، هو مش قطعة قلب. نبقى فاهمين، نبقى بندوق، معانا كتاب، معانا الأجهزة اللي هي بتحط عليها الكتابات، نتابع، نصلي بالقلب، نصلي بالذهن، نصلي باللسان، نصلي بالشفاه. هناك فرق بين التسبيح الكنسي وهناك فرق بين الموسيقى اللي هي دلوقتي زي موسيقى الجاز والناس بيضربوا الدف وبيضربوا البتاع. ايه ده يا جماعة؟ في ايه؟ موضوع مش كده خالص. ما هو انا لو فاهم انا فين، ما هو انا لو فاهم انا بكلم مين، ما هو انا لو فاهم ان هذه التسابيح والالحان وضعها اباء عظام، وضعها اثناسيوس الرسول حامل ايمان، وضعها كيرلس عمود الدين، وضعها سويروس الانطاكي، وضعها امبروسيوس اسقف ميلان، وضعها هيلاري اسقف بواتيه، وضعها ماري افرام السورياني، الحان نسكية، الحان سرائرية، الحان ميستيكية، الحان روحانية، الحان تعبدية. احنا على فكرة واحنا بنسبح بنحسب مع غير المرئيين، نوجد كالقيام في السماء. احنا في السماء، ينفع في السماء واحد ساجد كده هوت، ينفع واحد ساجد وتبص ليه بيلعب في الموبايل بتاعه، فاتح الواتس وفاتح الفيسبوك وفاتح فاش. المسيح يزعل، المسيح يزعل. ببيتك يا رب تليق القداسة. عايزين احنا كخدام نبقى ملتزمين. من فضلكم ابدأوا بنفسكم. مش انا بقول الكلام ده مش عشان ندين الاخرين، عشان انا ابدأ بنفسي. نمرة واحد، ابدأ بنفسي. اتنين، لما اقدم قدوة اقدر اكلم الولاد. الخشوع، المخافة، الهدوء، السكون، الحركة عند الضرورة الشديدة. بالسكون تخلصون. الكنيسة بتاعتنا زاخرة بلاهوت التسبيح. الالحان القبطية اوبرا الهية. ده بتوع الاوبرا بيروحوا يسمعوا ألحان الكنيسة وياخدوا منها ويستقوا منها. من حيث الكلمات والنغم والصوتيات والفوناتكس، كله لأنها موضوعة بالروح وملهمة، ووضعها آباء فلاسفة عظام ذاقوها. ووضعوا إيه؟ وضعوها كأوبرا إلهية، أيقونة صوتية. عارفين الأيقونة بتبقى مرسومة بالألوان، الأيقونة الصوتية دي بالنغم باللحن. عشان كده الألحان بتاعتنا تحمل القوة، تحمل النعمة، تحمل البركة، تحمل الفهم، لأن اللي وضعوها وضعوها بإلهام الروح القدس.
بإلهام الروح القدس. بس في حاجة، في حاجة مهمة قوي لازم اللي يقولها كمان يقولها بإلهام الروح القدس. موضوع بإلهام وبدموع وبنسك وسجود، كل بقية العقل تمجدك وتسبح لك. عشان كده الألحان بتاعتنا المسار بتاعها والتطور بتاعها لاهوتي عقيدي كنسي كتابي نسكي ثقافي لغوي جغرافي، بيمثل الهوية القبطية بتاعت لاهوت مدرسة اسكندرية. مش مدرسة، مدرسة اسكندرية مدرسة مسكونية، يا ريت نفهم الحتة ديت. مدرسة مسكونية يعني ايه؟ يعني اخذت الثقافة وعمدتها، اخذت الفلسفة وعمدتها، مسحنتها وظفتها. مش كل حاجة نرفضها على طول على ايه؟ اصبر وادرس واتأنى. بلاش موضوع التهرطيق ده اللي عمال مع بطال، موضوع التهرطيق ده بلاشه بلاشه، وبلاش موضوع التكفير لانه مش عندنا. الله يسمع الصلاة ويأتي اليه كل بشر. الهوية بتاعتنا واضحة جدا، الهوية القبطية. خلي بالكو الناس اللي بيدرسوا قبطولوجي، وفي هنا ناس معانا مش عايز، لان ناس كتير من الحاضرين في المدرسة وناس كتير النهاردة من الحاضرين معانا المحاضرة ديت ناس اساتذة يعني في مجال علم القبطيات يعني او في اللغة القبطية. عايز اقول ان الالحان بتاعتنا عبارة عن، بتعبر عن الهوية بتاعتنا. واحد العبادة، اتنين الممارسة، تلاتة المعتقد. واحد العبادة، اتنين الممارسة، تلاتة المعتقد. عشان كده الألحان الكنسية رحلة تطور وتغيير وتكيف وتقنين لغاية ما ثبتت على الإطار اللي ترجي والطراز والنموذج اللي فيه البنية دلوقتي اللي معمول بيها كتاب الإبصلمودية وكتاب الخولاجي وبقية الكتب الطقسية في الكنيسة. الكنيسة بتاعتنا كنيسة جميلة وقوية، كنيسة القبطية مشبعة وغنية. عشان كده الكنيسة سامحوني يعني مش ما فيهاش افتكاسات، كل واحد عايز يقص من دي وعايز يلغي دي، واصل دي ما نعرفهاش. العطل مش فيها هي، العطل فيا انا، انا اللي ما اعرفش. عارفين لما يبقى في محل جوهرجي ويجي واحد يقول احنا نستغنى عنه من السوليتير، وبعدين نستغنى عنه من الذهب، وبعدين نستغنى عنه من الفضة، امال هتبيعوا ايه هنا؟ فالكنيسة جوهرجي الهي، لا يصح ابدا نقل التخم القديم منها، لانها مليانه بالمجوهرات والتراث السمين اللي وضعه الاباء. كتاب الابصلموديه ده يحكى ان قديس اسقف حته اسمها ارسيناي في الفيوم اجتهد كتير عشان يعمل كتاب الإبصلمودية، وياما دراسات وياما مخطوطات وياما شروحات على الإبصليات وعلى الحروف الهجائية باللغة القبطية وعلى الألحان القبطية وعلى كل هذه، كل هذه شكلت البنية الليتورجية. كل بقية العقل تعيد لك، عشان كده الألحان دي قرابين وذبائح، ذبيحة تسبيح، ترانيم روحية إلهية. ممارسة العبادة هي اللي شكلت العقيدة، وبواسطتها بقت العقيدة مصاغة. احنا بقى عندنا كل حاجة في العقيدة، بقى عندنا كل حاجة في العقيدة مصاغة. كل حاجة في العقيدة بشوي الحمد لله السلامة. If you need any translation for her we can. تعالى ترجم له، أنجيلوس هو اللي هيصور وانت تيجي تترجم له. تعالى بشوي هنا، عامل ايه؟
الآباء بيقولوا، الآباء الأولين بيقولوا إن السيولوجي اللي هو اللاهوت، السيولوجي بيوصلنا للإيكونومية اللي هو التدبير، ومن السيولوجي للإيكونومية نوصل للزوكسولوجي اللي هو التمجيد. عشان كده حينما نمجد، نمجد العقيدة الصحيحة والسلوك الصحيح والعبادة العقلية، لا نردد الكلام كالبغبغانات. أيضا الموسيقى القبطية بالنسبة لنا روحانية وهوية، تراث وتقليد مسلم وميراث نقلناه من الآباء ومعاش لغاية النهاردة. تخيلوا ان الألحان القبطية، شوف، من القرن الكام الى الآن تسلم بالتسليم فما لأذن. الامتلؤوا بالروح اولا، وبعد ما نمتلئ بالروح اللي يحصل مرتلين في قلوبكم، مش في الميكروفون، مش بس في الميكروفون، الاول في قلبي وبعدين في الميكروفون. عشان كده الترتيل اللي ترجي ده بيهذب الحواس، يهذب الروح، يطفي الاهواء، منهج للتامل والجمال الالهي. قالوا القيصره الخشبيه اللي عليها الاوتار دي عامله زي عود الصليب، ونحن نعزف عليها اله تسبيحنا، نغتني ونتقدس ونغلب. عشان كده محتاجين في الكنيسة أصوات تقية مدربة متناغمة منسجمة، مش متنافرة، لأن ما نرنم بيه ده هيعلن الإيمان الحقيقي بتاعنا من غير اصطناع، من غير تكلف. واحد، افتح فمك. اتنين، حرك لسانك. تلاتة، أنطق بشفتيك عشان يبقى يلز لينا التسبيح والترنم. مسألة الأداء، حينما نرنم في تشويش وفي نشاز، طب راح فين الانسجام؟ راح فين النغم الواحد؟ راح فين طقس السمائيين؟ راح فين ان احنا خورص نفس واحدة وفم واحدة؟ احنا مش بنمثل، دي ايقونة صوتية. كمان شوفوا الشمامسة اللي بيرتلوا ترتيل جميل، تعرفوا اكبر حافز للعابدين ان يصلوا. اوعوا تفكروا احنا لو انا منفر، فكركم كيف يستقيم ان العابدين يستطيعوا ان يتواصلوا ازاي لو انا صوتي اجش ومتعب ومنفر، لو أنا مش ماشي في هارموني مع بقية الناس. ثم نطالب أن الناس، كيف للناس أن ينسجموا؟ قال الله مسكن المتوحدين معا في بيت واحد. يعني إيه المتوحدين؟ يعني اللي هم فكر واحد وقلب واحد. مسكن المتوحدين معا في، عشان كده ضبط القلوب والأفكار، حالة انصهار، احنا بنبقى في حالة نعترف بالفم ونؤمن بالقلب. هل يا ترى واحنا بنرتل كخورس في هارموني؟ هارموني في القلوب، هارموني في النفوس، هارموني في الروح، هو ده اللي هيخلي فيه هارموني في الصوت. القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. احنا بنرتل على فكرة في الكنيسة، بنسبح ربنا مش بنسبح للشعب، خلي بالكم. بنسبح عبادة الأحباء، عبادة الأبناء، مش العبيد، مش المقهورين. احنا مش جايين نعمل بتاع ده، يعني حاجة مغصوبين عليها نؤديه. الله لا يعبد بالقهر. حلاوة الصوت، الفهم، الذهن، التركيز، تجمعي فيا يا كل حواسي. نتخاطب مع الله، كل هذه الله يقبلها رائحة بخور، رائحة بخور. عشان كده نفسي ان احنا لما نيجي نقول ألحان الكنيسة نبقى متذوقين، نبقى عابدين، نقولها بقلب مخلص.
واحنا ساجدين اصل ونفرح فرحة الطيب الغامر بتاع ريحة البخور، لان دي تسبيحة تمجيد. نقول في اخر القداس فمن امتلأ فرحا ولساننا تهليلا، لان ربنا ادانا شرف، شرف البنين، شرف الجندية، شرف العبادة. اتمنى ان احنا ننظر الى الالحان القبطية نظرة تليق بها كعبادة وكتسبيح وكحضرة إلهية، وأنها ينبغي أن ترنم بانسجام وبتأدب وبحشمة، وأن لا نهين المقادس من أجل أن نؤدي دور وكأننا في سكتش أو في مسلسل أو كأننا في عرض فني. يفرق كتير، يفرق كتير. وإن كان مطلوب الأصوات الحسنة والتدقيق والفهم والتقنية الصوتية، إلا إن هذا يأتي لاحقا للتوبة وللخشوع وللفهم اللاهوتي السليم. أشكركم. والآن وصل مستر بشوي، مايسترو بشوي عوض اللي معادنا النهاردة معاه. أنا كنت بشغل كده الوقت لغاية ما يوصل يعني، فهي المحاضرة بتاعت بشوي، وأنا سعيد جدا جدا إن هو معانا، هو ومراته. هو من في باريس وجاي النهاردة اليومين دول في شورت جيرني يزور مصر، وهو قبطي عريق أصيل يحب الكنيسة حتى النخاع، وقدم ألحان ومشروعات صوتية قبطية جميلة. كان لابد ان احنا نقتنص الفرصة ديت وننهل من الذهب ومن الأصالة المقترنة بالتخصص الصوتي. أشكركم على حضوركم كتير، أشكر أعضاء لجنة الألحان، أشكر طلبة تيرانوس، أشكر المرتلين اللي موجودين النهاردة معانا، وأتمنى أن نستفيد النهاردة مع أخونا الحبيب مستر بشوي.